يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحى الوحى يا ابن العسكري، الوحى الوحى يا ابن العسكري، دماء حسينكم تفور، النار تلهب في الخيام، خرموا آذان البنيات الصغيرات وهم يقتلعون أقراطهن من آذانهن، الدم يقطر على ثيابهن، صوت صغيرة صوت صغيرة تجهش بالبكاء. من هناك من هناك من الشام أبا من قطع الرأس الشريف، أبا من خضب الشيب العفيف، أبا من أيتمني على صغر سني، بقية الله بقية الله لا زالت لا زالت لا زالت كربلاؤكم ساعرة في قلوبنا. متى 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 نرى بيضك مشحوذة؟ متى نرى بيضك مشحوذة كالماء صاف لونها وهي نار؟ متى نرى متى نرى خيلك موسومة؟ متى نرى خيلك موسومة بالنصر تعدو تعدو؟ متى نرى خيلك موسومة بالنصر تعدو فتثير الغبار؟ متى نرى الأعلام منشورة على كمات على كمات لم تسعها القفار؟ إمام زماننا إمام زماننا، متى نرى وجهك ما بيننا؟ متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت كالشمس ضاءت بعد طول استتار؟ يا حسين يا حسين بعد بي وعراوي
سلام عليكم. زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز. الحلقة الأولى. أبدأ من هنا. هذا العنوان زيارة الأربعين، هذا العنوان يطلق حين يطلق على مجموعة مفردات أشير إليها. إنني أحدثكم بحسب الثقافة الزهرائية، لا علاقة لي بالثقافة السقيفية ولا علاقة لي بالثقافة الطوسية. هذه هي ثقافة دين العترة الطاهرة، على الأقل بحسب ما أعتقد. فهذا العنوان زيارة الأربعين يطلق على مجموعة مفردات، ولا بد أن تتذكروا إذا كنتم تريدون أن تدركوا حقيقة زيارة الأربعين، لا بد أن تتذكروا وصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكميل بن زياد: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. أعود إلى هذا العنوان زيارة الأربعين، عنوان يطلق على مجموعة مفردات. أولا، زيارة الأربعين عبادة، عبادة لها مناسكها وطقوسها، لكن جوهرها يتجلى في شرطها الأكبر، وهذا الشرط ليس خاصا بزيارة الأربعين،
إنما هو شرط الزيارة عموما. لكن الحديث هنا عن زيارة الأربعين في هذه الحلقات. أولا، زيارة الأربعين عبادة، عبادة حقيقية لها مناسكها وطقوسها وأجزاؤها وتفاصيلها وجوهرها، وجوهرها شرطها الأكبر أن يزور الزائر الحسين وأن يكون عارفا بحقه. ويا ليتنا نكون كذلك. هذا لا يعني أن الذي لا يكون عارفا بحق الحسين ويأتي زائرا لن ينال أجرا أو ثوابا. الكلام ليس في دائرة الأجر والثواب. مائدة الحسين هي مائدة الله، وخزائن العطاء الحسيني هي خزائن العطاء الإلهي. نحن نقرأ في أدعية شهر رجب، نخاطبه سبحانه وتعالى: يا من يعطي من سأله. وهذا واضح، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. هذه خزائن العطاء الإلهي، هي خزائن العطاء الحسيني. وهذا عنوان لمحمد وآل محمد. إنني أتحدث عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر، أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة، والأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم. هؤلاء هم الذين تصفهم الزيارة الجامعة الكبيرة بأنهم أولياء النعم. وما تقدم من كلام ينطوي بتمامه في هذا الوصف، ولا أريد أن أقف عند كل صغيرة أو دقيقة من أجزاء الحديث في أجواء معرفتهم. سأجعل كلامي مركزا بخصوص ما يرتبط بعنوان هذه الحلقات الذي هو زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز. فزيارة الأربعين عبادة، عبادة، عبادة حقيقية لها مناسكها وطقوسها. شرطها الأكبر أن يكون الزائر عارفا بحق الحسين صلوات الله وسلامه عليه،
مضامين الأحاديث الكثيرة. من زار الحسين عارفا بحقه. هذه الملايين التي تتحرك باتجاه كربلاء قطعا يؤجرون يثابون في الدنيا والآخرة بحسب نياتهم، بحسب مستوى عقولهم، فإن الثواب والعقاب يوم القيامة يوزن بميزان عقل كل إنسان، وكل إنسان وكل محاسب بحسب عقله. نيته إنما هي من تجليات مضمون عقله. لكن الحديث ليس عن الثواب والأجر، فما نحن في سوق بقالة. الذين يريدون أن يفتحوا حسابا مع الحسين بحسب مقاييس البقالين هم أحرار، هم أحرار. الحسين تعامل معنا من دون حساب، لقد جعل الحسابات مفتوحة، فلماذا نكون خسيسين في التعامل معه؟ أن نتعامل وفقا لموازين البقالين. لا أريد أن أخوض في هذه الجهة. الأجر والثواب يصل الجميع للذين يطوفون حول المائدة الحسينية التي هي مائدة الله، لكن الكلام ليس في هذه الجهات، الكلام في الزائر الذي يزور الحسين وهو عارف بحقه. هذا هو الزائر الذي له ميزة، له خصوصية، إذ يقع تحت نظر إمام زمانه. هؤلاء الزوار الذين يفوزون بلطف خاص من إمام زمانهم، إنهم الزوار الذين يزورون الحسين وهم عارفون بحقه. قطعا حينما تقول الأحاديث من أننا نزور الحسين وعلينا أن نكون عارفين بحقه بحسبنا لا بحسب الحسين، فكل زائر إذا كان موفقا وموصوفا بهذا الوصف تكون معرفته بحق الحسين بحسبه لا بحسب الحسين. بحسب الحسين هذا أمر مستحيل، مستحيل، هذا أمر لا يمكن لعقول الزائرين أن يقتربوا منه، ولا في ومضة ولا في ما هو أقل من ذلك. هذا أمر بابه مسدود
الوصول إليه مستحيل، مستحيل أن نطرق الباب، وليس أن يفتح لنا الباب كي نلج من خلال الباب، وإنما المعرفة للزائر العارف بحق الحسين تكون بحسبه، وهذا هو ميزان التقييم في الدنيا والآخرة. فكل كائن يكون حسابه بحدود عقله، بحدود إدراكه، بحدود مضمونه، بحدود نيته. ومن هنا فإن أهل الجنان يخلدون في الجنان ليس بأعمالهم وإنما بنياتهم، وكذلك أهل النيران يخلدون في النيران ليس بأعمالهم وإنما بنياتهم، لأن الأعمال هي آثار النيات. كلمة لإمامنا الجواد صلوات الله عليه تجمع كل هذا، تجمع كل هذا. كلمة تلخص حقيقة الدين بكل ظواهره وبواطنه. ماذا يقول إمامنا الجواد؟ القصد إلى الله بالقلب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. كلمة واحدة جمعت حقيقة القرآن وجمعت حقيقة الدين في طوايا هذه الحروف القليلة. القصد إلى الله بالقلب أبلغ من إتعام الجوارح بالأعمال. من زار الحسين عارفا بحقه، هذا الكلام ينطبق على زيارة الأربعين وعلى غيرها من الزيارات الأخرى، على زيارة الحسين من القرب ومن البعد، لأن القصد هو قصد القلوب. وهذا هو الذي يتحقق فيه مضمون كل حديثنا هذا. لا زلت أتحدث عن دلالة هذا العنوان زيارة الأربعين. قلت من أنه عنوان لمجموعة مفردات، المفردة الأولى عبادة مر الحديث عنها بالإجمال، ثانيا هذا العنوان عنوان زيارة الأربعين يشير إلى الجزء الثاني من المشروع العاشورائي. العاشر من المحرم يشير ويلخص
مضمون الجزء الأول من المشروع العاشورائي. شاء الله أن يراك قتيلا يا حسين. العشرون من صفر، الجزء الثاني، شاء الله أن يراهن سبايا، شاء الله أن يراهن سبايا. المشيئة هي هي، والمشروع هو هو مشروع الله. شاء الله أن يراك قتيلا. سأعود لهذه المطالب، سأعود إليها. هذه الحلقة إنها براعة استهلال وتلخيص للعناوين المهمة التي سأتناولها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، والتي ستأتينا تباعا بثا مباشرا من القمر الفضائي. الجزء الأول من المشروع العاشورائي عنوانه يتوهج في العاشر من المحرم، والجزء الثاني عنوانه يتوهج في العشرين من صفر. فهناك عاشوراء الحسين، وهنا عاشوراء السجاد والعقيلة والأسارة. زيارة الأربعين تشير إلى هذا المضمون. هذه مفردة ثانية، وهذا موضوع كبير، موضوع مفصل، وفي الوقت نفسه يكشف لنا عن ضحالة عقول الذين ينكرون مجيء السجاد والعقيلة والعائلة الأسيرة إلى كربلاء في العشرين من صفر. سيأتينا الكلام تباعا. المشروع العاشورائي بحسب خارطة الله، شاء الله أن يراك قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا يا حسين. هذه الخارطة التي رسم الحسين مشروعه على أساسها. ثالثا، إذن زيارة الأربعين عنوان لعبادة، زيارة الأربعين إشارة وعنوان للجزء الثاني من المشروع العاشورائي. ثالثا، زيارة الأربعين تمثل واجهة واضحة جدا وواسعة، واجهة من واجهات الحاضنة الحسينية المهدوية. ولا أريد أن أتحدث عن الحاضنة الحسينية هنا، لقد تحدثت عنها بنحو مفصل في برامجي السابقة. الذي يريد أن يطلع على شؤونها وخصائصها عليه أن يعود إلى الحلقات التي جعلتها مختصة بهذا الموضوع.
زيارة الأربعين واجهة، واجهة من واجهات الحاضنة الحسينية المهدوية، والتي بحسب ما تعلمناه منهم أنها ستفعل في الزمن القريب من الظهور الشريف. إنها كلمات أمير المؤمنين وكلمات إمامنا السجاد وكلمات إمامنا الرضا صلوات الله عليهم، وهم يخبروننا عن أن الجموع ستتحرك من جميع الأفاق إلى الحسين، وهذا إنما يتحقق بعد زوال النظام المرواني في العراق. وقد زال النظام المرواني اللعين في العراق، وسارت الجموع إلى حسين، سارت الملايين إلى كربلاء، ونحن بانتظار بقية ما حدثنا عنه أئمتنا. لقد أخبرونا من أن نظاما عباسيا سيحكم العراق بعد زوال النظام المرواني، وهذا النظام الذي سيبقى يتخبط في ضلاله إلى زمن العلامات الحتمية، إلى سائر التفاصيل التي حدثتنا الروايات الشريفة عنها. فزيارة الأربعين أمام أعيننا، إنها واجهة، واجهة واسعة ومتسعة من واجهات الحاضنة الحسينية المهدوية، والتي ستكون مجالا واسعا لإحياء أمر إمام زماننا صلوات الله عليه، ولصناعة الممهدين له. هذه الواجهة واجهة لم تنشأ من صناعة زعامات دينية. لو رجع الأمر إلى الزعامات الدينية لما فسحوا مجالا لزيارة بهذه المواصفات، ولم تنشأ من صناعة سياسية، ولم إنها صناعة مهدوية واضحة جدا، واضحة جدا. هذه الصناعة الجارفة، المعالم المهدوية واضحة فيها، إنها واجهة من واجهات الحاضنة الحسينية المهدوية، وتوفيق عظيم، توفيق عظيم للناس الذين يعيشون زمن تفعيل هذه الواجهة. لقد فعل الإمام هذه الواجهة بشكل
قويا جدا. ذهب المروانيون ليس إلى مزبلة التاريخ بل إلى مخرأة التاريخ، ذهب البعثيون اللعناء إلى مخرأة التاريخ بكل جرائمهم. وجاءنا العباسيون بكل مفاسدهم بكل قبائحهم، إنهم عباسيو النجف وبغداد. وحل الضلال في الواقع الشيعي، لكن الأمور تجري بحسب ما هو مرسوم لها. هذه الواجهة لابد أن تفتح، وفتحت هذه الواجهة. تفاصيل الكلام حول هذه المفردات ستكون الحلقات القادمة متضمنة لها. نذهب إلى فاصل. ما تقدم من بيان يكون مبتنيا على ثلاثة أمور. الأمر الأول معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وأنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، لكنني أرشد الذين يبحثون ويريدون أن يعرفوا ما أقصده من معرفة إمام زماننا أن يعودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك، هي من جملة حلقات برنامج الخاتمة. معرفة إمام زماننا تعني معرفة العقيدة السليمة، الدين، العقيدة يساوي الإمام، الإمام يساوي الدين، العقيدة. فديننا إمامنا وإمامنا ديننا، هذا لا يعني أن مقامات الأئمة محصورة بحدود الدين، إنما أتحدث عن ديننا نحن. نحن الذين نقول إننا شيعة لقائم آل محمد صلوات الله عليه، ديننا هو قائم آل محمد، وقائم آل محمد هو ديننا. هذا شأن من شؤون إمام زماننا التي ترتبط بنا، هذه شؤون ترتبط بنا، وإلا فشأن الإمام المعصوم أعظم وأعظم وأعظم من كل هذا الكلام. إذن هناك معرفة إمام زماننا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني،
معرفة حق الحسين. والحديث هنا عن حق الحسين بحسبنا، فحق الحسين بحسب الحسين لا يعرفه إلا الله ومحمد وأهل محمد، لكنني أتحدث هنا بحسب منطق كلماتهم الشريفة، والتي هي بحدود المداراة وبحدود المداقة العقلية، فكل واحد منا يعرف بحسبه. الأمر الأول معرفة إمام زماننا، الأمر الثاني معرفة حق الحسين، الأمر الثالث أن نكون في دائرة التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، وهذا يأتي منسجما مع قانون الغيبة والظهور الذي مضمونه يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وهذا هو التمهيد، أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا المضمون هو مأخوذ من الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام، حيث جاء فيها يوم يأتي بعض آيات ربك، في تأويلهم لقرآنهم إنه بقية الله صلوات الله عليه، فآيات ربك محمد وآل محمد، بعض آيات ربك بقية الله بقيته، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون، قل انتظروا إنا منتظرون. في مرحلة الانتظار، هذا هو قانون الانتظار، قانون الغيبة والظهور. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الأمور الثلاثة هي التي عليها مدار النجاة ومدار القبول والرفض، أصل الأصول وأساس الأسس معرفة إمام زماننا. وفي فناء هذه المعرفة فإننا سنوفق لمعرفة حق حسيننا، ولا يكون الكلام نظريا، لا بد من العمل والتطبيق، لا بد لنا أن نكون ممهدين حتى تتحقق مضامين زيارة الأربعين فينا. ألم يحدثنا آل محمد
صلوات الله عليهم بأن زيارة الأربعين هي علامة للمؤمن، لن تتحقق هذه العلامة من دون أن تتحقق المضامين المتقدمة، وإلا لن تكون علامة. تذكروا، زيارة الأربعين علامة للمؤمن، حينما تتوفر هذه المعاني، معرفة إمام زماننا، معرفة حق حسيننا، أن نكون في دائرة التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. هنا حينما نزور زيارة الأربعين ستكون علامة لإيماننا، وإلا فإن زيارة الأربعين لن تكون علامة لإيماننا عند إمام زماننا. أنا لا أتحدث عن الناس، زيارة الأربعين تكون علامة لتشيعنا عند الناس، وهذا لا قيمة له، كالذين يزورون الحسين وهم لا يعرفون حقه، إنهم زوار الحسين وينالون أجرا وثوابا، لكنهم لا يفوزون بالنظرة الخاصة والرعاية الخاصة لإمام زماننا، فهذا أمر لا يفوز به إلا الذين يزورون الحسين وهم عارفون بحقه. فزيارة الأربعين علامة لإيماننا حينما تتحقق تلك المضامين، إنها علامة لإيماننا عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وزيارة الأربعين في زماننا بعد زوال ملك بني مروان، لعنة الله عليهم، لعنة الله على بني مروان الأولين، ولعنة الله على بني مروان الآخرين. بعد زوال ملك المروانيين فإن زيارة الأربعين تحققت، وبنحو واضح تحققت على أنها علامة من علامات الظهور في مرحلة الإرهاصات، وأعتقد أن الأمر واضح خصوصا للذين تابعوا برنامج بانوراما الظهور المهدوي. ومن هنا فنحن بحاجة ملحة جدا لقراءة صحيحة لزيارة الأربعين، ولمعرفة مضمون هذا العنوان. ولأجل هذا كانت هذه الحلقات، لكنها بقراءة زهرائية، وهذا هو العنوان: زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز. نذهب إلى فاصل.
ما المراد من القراءة حينما أقول زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز؟ ما المراد من القراءة؟ القراءة لها معان. هناك القراءة النصية، إنها قراءة النصوص. مرة تكون النصوص مكتوبة فأنظر إليها وأقرأها، هذه قراءة، قراءة نص مكتوب. وتارة أحفظ النص فأعيد قراءته من حافظتي، هذه قراءة أيضا. فهناك قراءة النصوص، تارة تكون النصوص مكتوبة ونحن نقرأ كتابتها، وتارة تكون النصوص محفوظة ونحن نقرأها من حفظنا. أنا لا أتحدث عن القراءة بهذا المعنى، أقرب لكم الفكرة بأمثلة شائعة في الثقافة العامة. ألا يقولون من أن فلانا، من أن فلانة تقرأ الفنجان، قارئ الفنجان، قارئة الفنجان؟ بغض النظر عن صدق هذه القراءة أو عدم صدقها، لكن الاستعمال شائع. هناك قراءة للفنجان، وهناك قراءة للكف، وهناك قراءة للجبين، وهناك قراءة لباطن القدم، وهناك قراءة لكل الجسد، وحتى القيافة هي فن قراءة. أتحدث عن قيافة الأبدان وليس عن قيافة الآثار، وحتى قيافة الآثار هي قراءة في الآثار. والذين يقرؤون لغة الجسد، وهي قراءة أخرى، ما أشرت إليه من قراءة الجسد إنها قراءة كقراءة الكف، كقراءة الجبين. هناك قراءة للغة الجسد للحركات والإشارات، وهناك قراءة لغة العيون، وقراءة الحاض، وقراءة الطالع، هذه القراءات وغيرها كثير. هذه قراءات ليست لنصوص، لا توجد هنا نصوص مكتوبة ولا نصوص محفوظة. هذه القراءات لرموز تكوينية، لرموز حسية، لأشياء إما أن يكون الله قد خلقها أو أن الإنسان قد أوجدها. من خلال هذه الأمثلة لابد أن نعرف من أن القراءة الأكمل
هي القراءة الكونية، هذه هي القراءة الأكمل، القراءة الكونية. فحينما أتحدث عن قراءة زهرائية بامتياز لزيارة الأربعين، إنني أتحدث بهذا المنظار، إنها قراءة كونية. القرآن حدثنا عن القراءة الكونية، لكن الواقعة الشيعية بعيد عن ثقافة العترة الطاهرة، إنه مرتكس في ثقافة السقيفتين، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. ومن هنا يمكنني أن أعرف لكم مرادي من القراءة بهذا التعريف التقريبي. القراءة التي أتحدث عنها إنها إلمام، الإلمام اطلاع واتساع علمي، إلمام، إلمام بمفردات تشكل فيما بينها منظومة فكرية واحدة. فهناك إلمام بهذه المفردات مع إمعان نظر العقل والقلب في كل التفاصيل المرتبطة بتلك المفردات. هذا هو الذي قصدته من القراءة الزهرائية بامتياز لزيارة الأربعين. سأمر متجولا بين آيات الكتاب الكريم، إنه عقلي الذي يتجول وقلبي الذي يتجول بين آيات الكتاب الكريم، فتعالوا معي كي نذهب في جولة موجزة سريعة. إنها سورة العلق، وكما هو معروف بين المسلمين، ولا أريد أن أناقش هذا الموضوع، هذا موضوع إذا أردت أن أخوض فيه أحتاج إلى العديد من الحلقات. ما هو معروف بين المسلمين وخصوصا في الأوساط السنية من أنها أول سورة نزلت على رسول الله؟ لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. في الآية الأولى بعد البسملة من سورة العلق، اقرأ بحسب ما جاء في البخاري والرواية في البخاري عن عائشة. هنا صحيح البخاري، هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي،
والبخاري توفي سنة 256 للهجرة. صفحة 911، إنه كتاب تفسير القرآن من كتب صحيح البخاري، وهو الكتاب 65. رقم الحديث 4953. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة. حدثنا يحيى ابن بكير إلى أن يقول البخاري: وحدثني سعيد بن مروان، يذكر السند أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حالهم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، أن عائشة زوج النبي قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر. كان أول ما بدأ به رسول الله الرؤيا الصادقة في النوم، إلى أن تقول عائشة: فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله: ما أنا بقارئ. هذا ما ذكره البخاري، وذكرته صحاح أخرى كصحيح مسلم وغيره. فإن الملك حين قال لرسول الله اقرأ، قال رسول الله: ما أنا بقارئ. كلام سقيم، كلام سقيم. فهل أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يأمر رسول الله بالقراءة وهو ليس قادرا عليها، لأنه يقول: ما أنا بقارئ؟ أو هل يمكن أن رسول الله قال هذا الكلام عنادا؟ لأن الجواب لا ينسجم أدبيا وبلاغيا وعربيا مع قول الملك اقرأ. في أحاديثنا هذا تفسير القمي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، وهذا القمي هو أستاذ الكليني، أستاذ الكليني صاحب الكافي. صفحة 760، بسنده عن عبد الله بن كيسان عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه: نزل جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله. هذه الصلاة الكاملة الحقيقية،
التي تكشف عن دين كامل حقيقي. اليوم أكملت لكم دينكم هنا، أما تلك الصلاة هناك فهي صلاة بتراء، وهي من آثار الدين الأبتر. فقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ ما الذي سأقرأه؟ تلاحظون الدقة في الكلمات؟ هنا في صحيح البخاري: ما أنا بقارئ. ما معنى هذا الكلام؟ ما أنا بقارئ، هل أن النبي كان في مقام العناد مع الله؟ حتى لو أمرتني أن أقرأ فأنا لست بقارئ، أو أنه ينفي عن نفسه صفة القارئ في الوقت الذي سبحانه وتعالى يقول له اقرأ؟ فهل أن الله يكلف شخصا ليس قارئا بالقراءة؟ هل هذا الكلام منطقي؟ هذه أحاديث عائشة والبخاري، هذه أحاديث سقيفة بني ساعد. أما تفسير القمي، هذا التفسير الذي يضعفه مراجعكم العظام في النجف وكربلاء، المراجع الطوسيون يضعفون هذا التفسير. لاحظوا الدقة في كلمات الأئمة صلوات الله عليه. فقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ وما أقرأ؟ الحديث هنا عن قراءة تكوينية، فإن جبرائيل لم يقدم للنبي نصا مكتوبا حتى يقرأه، ولم يكن قد طلب من النبي أن يحفظ نصا كي يعيد قراءة النص المحفوظ. إنها قراءة تكوينية. هؤلاء الذين دائما يتبجحون في الفضائيات السنية، وحتى الشيعة يتحدثون اقتداء بهم من أننا أمة اقرأ ولا نقرأ الكتب. الكلام هنا ليس عن قراءة الكتب المكتوبة، هذه قراءة تكوينية، وإلا فإن جبرائيل لم يقدم نصا مكتوبا لنبينا كي يقرأه، ولم يطلب منه أن يقرأ نصا محفوظا. القراءة هنا قراءة تكوينية، وهي القراءة الأصل، إلى آخر ما جاء في آيات سورة العلق والتي ترتبط بهذا الموضوع. البرنامج ليس معدا للتوغل في تفسير هذه الآيات والسور، إنها جولة جولة وأمثلة سريعة. ولذا نقرأ في بصائر الدرجات لشيخنا محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هذه طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان. في الصفحة 21 بعد 200، إنه الحديث الخامس بسنده، بسند الصفار، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ
ويكتب ويقرأ ما لم يكتب ويقرأ ما لم يكتب. هذه هي القراءة التكوينية في وجه من وجوهها، وإلا فهناك وجوه أدق، لكنني أتحدث بحدود الموضوع الذي بين يدي. فإمامنا الصادق يخبرنا عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله من أنه كان يقرأ ويكتب ويقرأ ما لم يكتب. هذه هي القراءة التكوينية بالضبط، التي هي في سورة العلق. اقرأ، قال وما أقرأ، وليس كما جاء في صحيح البخاري ما أنا بقارئ، لا معنى لهذا الكلام. هذا هراء، هذه الرواية التي حدثتنا بها عائشة ونقلها لنا البخاري في صحيحه. ولذا فإن القراءة بأية وسيلة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه باء الواسطة، هذه باء الواسطة. اقرأ بواسطتي، بوسيلتي. قطعا الخطاب لي ولكم وليس لرسول الله، الخطاب لرسول الله لفظا، أما لي ولكم معنى ومضمونا، لأن قاعدة نزول القرآن بحسب ما بين لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، فاللفظ لرسول الله لأنه هو الذي يتلو علينا القرآن، والمضمون للأمة، للأمة جمعا، لي ولكم. هذه قراءة تكوينية، هذه القراءة عبر الاسم الأعظم وعبر الأسماء الحسنى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الوسيلة هي اسم ربك، وأسماء الله كما في ثقافة العترة الطاهرة محمد وآل محمد، إنهم أولياؤه وعبيده، وأسماؤه الحسنى إنهم الذين حدثنا عنهم إمام زماننا في دعاء شهر رجب، لا فرق بينهم وبينه سبحانه وتعالى إلا أنهم عباده وخلقه، ولذا جعلهم وجهه، وجهه الأعظم. هذا إجمال، إجمال لمرادي من ذكري للقراءة التكوينية. سأذهب بكم إلى موطن آخر، إلى سورة الجمعة. وإلى الآية الثانية بعد البسملة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. يتلو عليهم آياته، إنها قراءة نصية. ف
فالنبي الأعظم يتلو عليهم نص القرآن، إنه نص محفوظ عند رسول الله، ولم يكن يقرأ الآيات من نص مكتوب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذه قراءة، قراءة نصية لنص محفوظ وليس لنص مكتوب، ويزكيهم. إنها عملية تنقية وعملية تنظيف وتطهير لهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا التعليم هو الذي يقودهم قطعا بحسبهم. فنحن نتحدث عن زمان رسول الله، إنها مرحلة التنزيل، وما كان يناسب تلك المرحلة من علم الكتاب والحكمة. من هنا تبدأ مقدمات القراءة الكونية، فهناك قراءة نصية لنص محفوظ يتلو عليهم آياته، وهناك تعليم للكتاب والحكمة، ومن خلال ذلك يمنحون الأسلوب الذي يستطيعون من خلاله، إذا كانوا قادرين، أن يقرأوا القراءة الكونية، وهي القراءة التي تكون بعيدة عن نص مكتوب أو عن نص محفوظ. لكن الذي يبدو أن الصحابة في الأعم الأغلب ما كانوا يفقهون شيئا، الدليل في سورة الجمعة، في سورة نفسها، السورة نفسها تحدثت عن رجال الدين الحمير في الآية الخامسة بعد البسملة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهؤلاء علماء التوراة. الصحابة يفترض أن يكونوا علماء القرآن، فحينما يصبحون حميرا فإن حالة الاستحمار عندهم ستكون أقبح من حالة الاستحمار عند اليهود، فذلك الاستحمار بحسب جهلهم بالتوراة، أما الصحابة فإن استحمارهم بحسب جهلهم بالقرآن. وأدل دليل ما جاء في آخر آية من سورة الجمعة: وإذا رأوا من الصحابة تجارة أو لهوا انفضوا إليها، تركوا صلاة الجمعة وتركوا النبي يبين الحقائق لهم في مسجده وتركوك قائمة. هؤلاء هم الذين يريدون منا أن نأخذ الدين منهم، هؤلاء هم الذين يراد منا أن نقدمهم على آل محمد. أية أمة هذه؟ الأمة بهذا المستوى لا تستحق أن تعاتب، ولا تستحق أن تخاطب في هذا الموضوع.
هذا هو البخاري. البخاري هو الذي يقول في طبعة نفسها صفحة 893، رقم الحديث 4899. البخاري يقول: حدثني حفص بن عمر إلى آخر السند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلت عير يوم الجمعة، عير قافلة، قافلة تجارية، أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر. ما هو هذا الأثر الواضح من الدين الأبتر؟ فثار الناس، الصحابة الذين كانوا في المسجد إلا 12 رجلا، فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذا هو حال الصحابة. القرآن واضح، وهذا هو البخاري هو الذي يتحدث. سورة الجمعة تحدثت عن أناس علمهم رسول الله، وهؤلاء هم الذين لم يرتدوا من بعده: سلمان والمقداد وأبو ذر، هؤلاء هم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. هناك من دونهم ممن التحق بهم من بعد ذلك، ولكن هؤلاء كانوا سادة وقتهم. سائر الصحابة القرآن يقول: انفضوا إليها وتركوك قائمة. وها هو البخاري يحدثنا عن جابر الأنصاري: فثار الناس إلا 12 رجلا ونزلت الآيات. هذه سورة الجمعة التي ذكرتنا بعلماء التوراة الذين كانوا في حالة من الاستحمار الواضح والواضح جدا، والأمر في الصحابة هؤلاء يكون أشد وأشد وأبين. والحقائق بين أيديكم ماذا تنكرون؟ هذا هو القرآن وهذا هو البخاري، فماذا تنكرون؟ إنني أخاطب الفريقين من أبناء السقيفتين، الحقائق واضحة وجلية جدا. لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا الموضوع، لكنني سأذهب إلى سورة الزخرف وإلى الآية 3 بعد البسملة والتي بعدها. ماذا تقول الآية 3 بعد البسملة من سورة الزخرف؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا. فنحن نتحدث هنا عن نص مكتوب أو عن نص محفوظ، كلام عربي. الكلام العربي إما أن يكون مكتوبا وإما أن يكون محفوظا، فهذه قراءة نصية، قراءة لنص مكتوب
أو هي قراءة لنص محفوظ. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذه القراءة تأثيرها ليس مضمونا، لعلكم تعقلون، لعلكم، لعل تعطي معنى التوقع. يمكن أن تحقق الهدف ويمكن أن لا تحقق الهدف. أما القراءة الكونية مضمونة، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه القراءة الكونية. إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذا هو النص الذي يمكن أن يكون مكتوبا ويمكن أن يكون محفوظا، إلا أنه نص مقروء. أما القراءة التكوينية وإنه الضمير يعود على القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهذا المضمون مضمون قراءة النصوص وقراءة التكوين يظهر جليا في آيات الكتاب الكريم. إذا ذهبنا إلى سورة فصلت وإلى الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة، سنريهم آياتنا، هذه آيات التكوين. وما هي بآيات التدوين التي تدون على الورق والتي تحفظ في الصدور؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إنما يتبين لهم من خلال القراءة الصحيحة. سنريهم آياتنا، وهذه القراءة هنا مفسوحة للجميع، للكافر وللمؤمن، للجميع، لكل المخلوقات. سنريهم آياتنا في الآفاق، في آفاق هذا الكون، في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قراءة تكوينية للجميع، لكل الكائنات. وفي يوم القيامة فإننا نقرأ في سورة الإسراء في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة والتي بعدها. دققوا النظر، تدبروا في هذه الكلمات. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هل هو كتاب مكتوب بالحبر؟ اقرأ كتابك. نذهب إلى فاصل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك.
هذه قراءة تكوينية. فما هذا الكتاب بورق رسمت عليه الكتابة بحبر ومداد؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه قراءة تكوينية، وتلاحظون أن القراءة التكوينية أبلغ وأعظم وأكثر تأثيرا. دققوا النظر في هذه الكلمات، الكلام كله تكويني، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذه قضية تكوينية، تعبير كنائي على أن الأثر التكويني لأعمال الإنسان سيبقى مشدودا إلى الإنسان نفسه في عالم الآخرة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، هذه قراءة كونية، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأنت الذي تحاكم نفسك بنفسك، وأنت الذي تحاسب نفسك بنفسك، وهذه العملية هي الأخرى تكوينية. فهذا هو الذي قصدته من القراءة التكوينية. حينما قلت بأن زيارة الأربعين سأقرأها في هذه الحلقات قراءة زهرائية بامتياز، إنني أتحدث عن المذاق الزهرائي العقائدي، لأن القرآن بنيت ثقافته على مذاق ولاية علي وآل علي، ولاية الزهراء وأهل الزهراء. ماذا نقرأ في الآية 38 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة؟ صبغة الله، هذا هو العنوان، إنه مذاق الله. صبغة الله علامة الله، سمة الله، مراد الله. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. ماذا تقول العترة الطاهرة في تأويل قرآنها؟ إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف الجزء الأول للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 479، إنه الحديث 53 بسنده، بسند الكليني
عن عبد الرحمن بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ قال: صبغ المؤمنين بالولاية في الميثاق. هذه علامته، وهذا هو مزاجهم، وهذا هو مذاقهم. صبغة الله إنها الذائقة الإلهية التي أوجدها في عباده وأوليائه. في لغة العرب ما المراد من الصبغة؟ الصبغة لون الثياب، صبغة الثياب لونها، الذي يميز بين الثياب ألوانها، هذا هو المائز الأول. قد يكون المائز نوع القماش، قد يكون نوع القماش مائزا بين الثياب، لكن المائز الأول هو اللون. فصبغة الثوب لونه. وصبغة الطعام نكهته. ولذا يقال للإدام الذي يتناوله الإنسان والذي يعطي نكهة لطعامه، لخبزه ولغير الخبز، يقال له الصبغة، صبغة الطعام، إدام الطعام. وهذا المعنى ورد في الكتاب الكريم أيضا في سورة المؤمنون، إنها الآية 20 بعد البسملة: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وصبغ وإدام للآكلين، وصبغ للآكلين ونكهة للآكلين ومزاج للآكلين. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وصبغ الأكل هو إدامه، نكهته، ما يميز ما فيه من طعم. فصبغة الآكلين إدامهم ونكهة طعامهم، وصبغة الثياب ألوانها، وصبغة الله ولاية علي وآل علي، وزينة تلك الصبغة هي أم الحسن والحسين، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هو الذي يقول: لو كان الحسن هيئة صورة. النبي يتحدث حديثا عميقا، يتحدث عن جوهر الحسن وأصله. الكلام هنا عن سر أسرار الأسماء الحسنى. هذه الأسماء الحسنى سر أسرارها حسنها، والنبي الأعظم أشير إلى هذه الحقيقة. لو كان الحسن هيئة، لو كان الحسن صورة، لكانت فاطمة. أعود إلى الكافي فيما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة.
قال صبغ المؤمنين، الله صبغ المؤمنين بالولاية في الميثاق. فالولاية لوننا، لوننا إذا كنا أوفياء لميثاق الله، الولاية لوننا والولاية نكهتنا، نكهتنا. والولاية حسننا وجمالنا، إن كان لنا من حسن أو من جمال. وإنني أتحدث عن حسن وجمال عقيدتنا، وهذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف من الطبعة نفسها في الصفحة 37. هناك باب عنوانه باب في أن الصبغة هي الإسلام، والإسلام في حقيقته في ثقافة العترة التسليم لولاية علي وأهل علي. الحديث الثاني بسنده، بسند الكليني، عن عبد الله بن فرقد، عن حمران، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، قال الصبغة هي الإسلام. وهل الإسلام إلا ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنما تحقق هذا المعنى بعد بيعة الغدير، فهذا هو الدين كله، وهذا هو المذاق الطاهر الطيب كله. صبغة الله، جميلة هذه الكلمات، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. هذه فطرته ودينه وعقيدته. ولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد أن الأمر صار واضحا وواضحا جدا من أنني حين أقول زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز. قطعا هذه القراءة لن يتحقق مضمونها نظريا إلا عبر ما أشير إليه من الحقائق في زيارة الزهراء صلوات الله عليها. وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان بنحو سريع، وقت الحلقة قارب على الانتهاء، سأجمل ما بقي من الكلام كي نلتقي يوم غد إن شاء الله تعالى للتوغل في هذه القراءة الزهرائية التي قلت عنها بامتياز. في زيارة الزهراء هكذا نخاطبها: وأن من سرك فقد سر رسول الله،
ومن جفاك فقد جفا رسول الله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله. لماذا؟ لأنك بضعة منه، وروحه الذي بين جنبي. وفقا لهذه المقدمات فإن النتيجة أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. وفقا لهذه الأجواء ووفقا لهذه المعطيات يتحقق المضمون فيما جاء في زياراتها الشريفة ونحن نخاطبها: فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. لمن؟ لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. القراءة الزهرائية تعني أننا ننطلق من عقيدة طاهرة، أننا ننطلق من أسس طاهرة، وهذه الطهارة مضمونة بضمان زهرائي. هكذا نقول لها: فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، بحسب ما جاء في العبائر المتقدمة، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء. هذا هو المراد من القراءة الزهرائية لزيارة الأربعين. المراد بخصوص بيان مضمون هذه العناوين، أما تفاصيل القراءة فإن الحلقات القادمة ستتكفل بذلك. وقت الحلقة انتهى. اللهم يا رب الحسين، يا رب الحسين، بحق الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على محبة قائم آل محمد وعلى مودة الحسين وآل الحسين. يا زهراء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.